وبشأن التطورات الميدانية السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. يعني نظام بشار الأسد احتفظ بحق الرد لسنوات عديدة، لكن لماذا رد النظام على الغارة الصهيونية هذا اليوم تحديدا؟ ما الذي استجد سيادة العقيد؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم الكرام. ولا يزال نظام الأسد يحتفظ بحق الرد، لأن حسب معلوماتنا أن القطاعات السورية التي هي لا تزال من بقايا هذا النظام يوجد في كل قطعة آمر إيراني أو روسي، فبالتالي لا يملك أي ضابط من النظام حق التصرف بأي شيء. والصاروخ الذي انطلق من منطقة الصنمين وهو من نوع بتشورا، صاروخ روسي الصنع، وهذه الكتيبة أو اللواء الذي أطلقه هو تحت تصرف الإيرانيين، وإيران يخدمها الآن، يعني نوع من التصعيد مع إسرائيل. سيادة العقيد، إيران يعني صرحت وقالت إن زمن الاعتداءات على سوريا ولا، وسيواجه أي هجوم على سوريا بشكل حازم. هل نفهم من هذا التصريح الإيراني أن المواجهة باتت حتمية بين سوريا والكيان الصهيوني؟ يا سيدي، المواجهة باتت حتمية قولا واحدا، إلا أن هذه المواجهة ستختصر ضمن الأراضي السورية، يعني لن تتصعد المعركة بين إسرائيل وإيران إلى حد الحرب الإقليمية أو إلى حد ضرب أهداف داخل إيران، فيعني لن تتجاوز ضرب أهداف إيرانية وتقطيع أذرع إيران داخل سوريا. ويعني تعرفون جميعا أن المصلحتين قد، يعني قلنا قبل أنه لم يخلص حليف لحليفه كما أخلصت إيران لإسرائيل، إنما الآن دخلنا في تضارب مصالح. فإسرائيل من مصلحتها التهدئة للشرق الأوسط الجديد الذي تسعى إليه أمريكا، أو لا أقول تسعى إليه، الجادة أمريكا في تنفيذه، وبين إيران التي تعيش سلوكية العصابة ولا تستطيع أن تمتد أو تعيش إلا في المناطق عدم الاستقرار وفي مناطق اللا دولة. سيادة العقيد، فيما لو نشبت مواجهة بين قوات الاحتلال والنظام السوري، هذه الخطوة هل ستفيد الثوار السوريين سيادة العقيد؟ أي حالة وتعرض للنظام، طبعا النظام لم يعد أكثر من فصيل يعمل بقيادة إيران وروسيا، لكن أي تعرض لهذا النظام وأي لقاء أو اشتباك مع هذا النظام من أي جهة كانت هو يخدم الشعب السوري بالكامل. سيادة العقيد، فيما لو احتدمت المواجهة وأصبحت يعني واقع حال بين الطرفين، بين النظام السوري وبين الكيان الصهيوني، باعتقادكم كيف سيكون موقف الدول الموجودة على الأراضي السورية؟ بالنسبة لروسيا، روسيا هي منسق يعني مع إسرائيل، ولن تسمح روسيا يعني تصعيد الموقف إلى درجة خلط الأوراق في سوريا. ستبقى المواجهة بحدود ضرب مواقع مهمة، يعني اليوم ضربت إسرائيل 11 موقع من أهم المواقع، يعني بين مطار التيفور ومطار المزة واللواء 104، يعني مواقع مهمة جدا للنظام. والتواجد الإيراني ومنطقة البيارات شرق مطار التيفور التي فيها تجمع للعناصر الإيرانية، لكن يعني الدول المتدخلة في سوريا، لو قلنا مثلا روسيا، روسيا هي دولة الاحتلال الرسمية، وروسيا غرفة عمليات مشتركة مع إسرائيل. طيب سيادة العقيد، وموقف إيران، موقف إيران ماذا سيكون موقفها؟ إيران ستحاول قدر الإمكان التحرش في إسرائيل وإطالة عمر الضربات الإسرائيلية والاشتباكات المحدودة
بين سوريا وإسرائيل في سبيل الحفاظ على وجودها، وإمكان يعني إيجاد أجواء مضطربة في المناطق، مما يساعد إيران على الاستمرار، لأنها لا تعيش إلا في مناطق الخراب والفوضى. من إسطنبول المحلل العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.